42 دقيقة. نرحب بضيفتنا أسماء زريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية، معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء. صباح النور حليمة، صباح النور جميع. صباح الخير عليك وصباح الإشراقة وصباح الفيتامين سي أسماء. اليوم غنتكلموا على الفيتامين سي، ربما غنتكلموا شيء على الفوائد ديالها بقدر ما غنتكلموا اليوم إلا كانوا بعض الأضرار من تناول الفيتامين سي بشكل كثير أو بشكل مفرط. نعم، هو في الحقيقة الفيتامين سي ما كانش معروف أنه عنده أضرار محتملة. نعم. السبب أنه ماشي من الفيتامينات التي يتم تخزينها في الجسم، وبالتالي إحنا كل نهار خصنا ناخذ هذه الجرعة اللي كنحتاجوها يوميا باش كنعوضوا ما يفقده الجسم من خلال، يعني كيف يفقدوا الجسم عن طريق التبول وعن طريق مسألة أخرى. فاللي مهم عندنا أنه مؤخرا كان هناك إقبال شديد على تناول مكملات ديال الفيتامين سي. نعم صحيح. نظرا للأهمية الفيتامين سي اللي كلنا كنعرفوها على الجسم على البشرة على بزاف ديال المسائل، فاللي وقع هو أنه خلال الناس اللي باش كتناول هاد المكملات ولينا كنلاحظوا بعض يعني الدراسات كتمشي باش تدرس بعض الجوانب اللي هي أضرار. فلقاو في بعض الدراسات أنه تناول الفيتامين سي كيقدر يحفز الخلايا السرطانية، لأنه كما كنعرفوا أن الفيتامينات اللي كناخدوها وهادشي كله راه ملي كناخدوها راه ما تمشيش غير للخلايا السليمة، تقدر تمشي حتى للخلايا اللي غير سليمة ومريضة. ايه نعم. فلهذا الناس ولاو كنحضروا هذه في الحقيقه راه كنحضروا منها دائما، هو انه المكملات الغذائيه ما كتجيوش وكناخذوها. وحتى عند الناس اللي كيعانيو من امراض ولا سبق عانوا من مرض السرطان اي نوع من انواع السرطان كنحضروهم وكنقولوا لهم راه المكملات ماشي بالضروره غادي تفيدكم، تقدر تزيد الحاله سوءا. وهنا نعم تفضلي أسماء. نعم. وهنا كيف ما كنعرفوا الأمر ينطبق بالدرجة الأولى على الفيتامين سي اللي الفيتامين سي اللي كيجينا من المكملات الغذائية ماشي من الفيتامين سي اللي تلقاو بطريقة طبيعية في الأغذية. أكيد. نعم. تتكلموا على الفيتامين سي كما تنقولوا الفوار، يعني الفيتامين سي كمكمل غذائي. كمكمل غذائي. وهنا كيحيل لنا هذا الشيء لان الحديث ديالنا على الامس حلقه امس تكلمنا على ان المكملات الغذائيه ماشي شي حاجه خصنا ناخذها دائما، انما خصنا نركزوا في التناول ديالها على الاغذيه على المصادر الطبيعيه. نعم. اي حاجه تخصنا بطبيعه الحال باش تكون امنه، وكذلك باش ما نتعرضوش لاي جرعات اللي تكون ربما كثيره على الجسم ديالنا، خصوصا الفيتامينات اللي كيتخزنوا بحال اللي كنا تكلمنا على الفيتامين دي في بدايه الاسبوع وفيتامينات اخرى اللي كتخزن في الجسم ديالنا وفي الكبد ديالنا. فأكيد هي كلها دراسات اللي تقالت في الصدد هذا اسماء حول الفيتامين سي، حول الاكثار من تناول فيتامين سي. بطبيعه الحال ما كنقولوش الناس ما تاخذوش المكمل الغذائي ديال فيتامين سي، ولكن دون افراط، يعني الواحد ما يكثرش عاوتاني، حيت كاينين الناس اللي كياخذوها بشكل يومي لمده شهر او شهرين. وواحد المساله هنا اسماء تقدري تكوني متفقه معايا فيها، ملي كتحبسي واحد المكمل غذائي اللي تيعطيك الطاقه من بعد بحال كتجيك اون شوت، يعني من بعد بحال الجسم ديالك تيولف واحد الجرعه معينه من الطاقه عبر واحد المكمل غذائي معين، بحال مثلا لا فيتامين سي او فيتامينات اللي هي عندها علاقه مع الطاقه، فملي كتحبسيها راه كتحسي بواحد انخفاض على مستوى الطاقه ديالك. نعم، لهذا حنا دائما كنقول لهم ان المصادر الطبيعيه هي الاكثر ملائمه للجسم ديالنا والاكثر امانا وكتحترم حتى الاحتياجات ديالنا، واخا ناكلوا منها بزاف من المصادر الطبيعيه ما غتاثرش علينا. وعلاش دابا الناس كيمشيو للفيتامين سي؟ لان كتقدر تلقاه النهار كله ما تياكلش مزيان، يعني تياكل ما تياكلش مزيان، تياكل الاغذيه اللي غير طيبه، الاغذيه اللي
مصنعه فما تلقاش النهار كله ما كلاش نهائيا مصدر من مصادر الفيتامين سي، لا اللي كتعطينا القليل ولا اللي كتعطينا الكثير. نعم. ومع التراكم ديال هاد العادات الغذائيه كيولي عندنا الاحتياج للفيتامينات. ودابا حنا بلاصه ما كنمشيو نغيروا عادتنا الغذائيه كنمشيو نتجهوا للمكملات الغذائيه. وهذا خطا. نعم نعم. بعض الفيتامينات منها الفيتامين سي اللي كثرنا منهم اسماء ممكن يكونوا بعض الاعراض، نذكر منها الاسهال، ارتجاع المريء، تشنجات على مستوى المعده، انتفاخات على مستوى البطن، فهذه يقدروا يكونوا كذلك اعراض من المكملات الغذائيه. وشي مرات راه ما كنربطوش ما بين هذا الشيء، يعني ما تطحليناش على البال بان راه ممكن مكمل غذائي مثلا يدير لنا اسهال. صحيح، هادشي اللي تيوقع. فما كنربطوش ان المكمل الغذائي ممكن يسبب لنا تسمم او يسبب لنا هاد الاعراض، لان الجسم كيحاول يتخلص من الزائد ديالو من الفيتامين سي عن طريق القيء، عن طريق الاسهال، عن طريق يعني هاد الاعراض اللي تكلمت عليهم، هذه كلها اعراض للتخلص من الفيتامين سي الزائد عندنا في الجسم الى خديناه بزاف. وهذا الشيء سبحان الله ما كيوقعش لينا الا خدينا اغذيه غنيه بالفيتامين سي طبيعيه بحال السفله والبرتقال والكيوي وغيرها. نعم، هذا الشيء ما كيوقعش لينا. يعني الانسان يرد البال دائما وياخذ يعني المكملات الغذائيه اذا احتاج لها عن طريق استشاره اخصائي التغذيه، لانه هو اللي كيعرف انواع المكملات و... صحيح، وكيعرف الحاله ديالها. نعم نعم، وكيعطيك المده اللي غادي تاخذها فيها، او لا كيعطيك نظام غذائي اللي فيه ما تحتاجش اصلا تخسر الفلوس والمكملات الغذائيه، يعطيك نظام غذائي ويختار لك من الاغذيه ديالك الطبيعيه ما يكفيك من المغذيات اللي غتكون مفيده ليك. لان المكملات الغذائيه كيف ما كنعرفوا هي راه ماشي دواء، ما عمرها ما غداوينا، هي كتبقى مكملات. وبينما الاسم ديالها مكمل، يعني يكمل يعني الوظيفه ديال التغذيه او العمل ديال الاشياء اللي كنتناولوها. واحيانا نكملوها احيانا، ماشي كل طول ماشي دائما. صحيح، ماشي دائما. فلهذا الافضل اننا نمشيو المصادر الطبيعية، هادشي تيكون أفضل لصحتنا. أكيد أسماء، وأنا متفقة معك 100%. دائما تجو حول العناصر الطبيعية، نحاولوا دائما حتى إلا خدينا المكمل تحت استشارة طبية، وباش نختموا مستمعينا ما نبقوش نستهنوا بالأمور، بمعنى أننا نسمعوا فيتامين سي نقولوا ما كاين مشكل، نقدروا نتناولوا واحد الكمية اللي حنا تتبان لنا مناسبة، في حين الجسم ديالك راه ما غيقدرش يعني، أو الجسم ديالك ما غيتفاعلش معها بالشكل اللي انت كتخيلوا. فمن الأحسن أن أي حاجة ناخدوها نستشروا عليها الأخصائيين والأطباء، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي. شكرا جزيلا لك لأسماء، نتلقاوك غدا بحول الله، غدا إن شاء الله غيكون موضوعنا حول استهلاك الميلاتونين ضد اضطرابات النوم والأثار السلبية ديالو على الصحة ديالنا. هذه تسعدوا.